إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إن الذين يرمون المحصنات، يعني يرمون المحصنات، يعني يقذفون المحصنات، برضو يعني يقذفون المحصنات، يعني يتهمون المحصنات بالزنا. هو إيه يعني إيه المحصنات؟ قلنا العفيفات. يبقى إن الذين يتهمون العفيفات بالزنا لعنوا في الدنيا والآخرة. معنى كلمة لعنوا يعني طردوا من رحمة الله، وده دليل إن هذه المعصية من كبائر الذنوب. دي في أوائل سورة النور عرفنا إن اللي بيقذف المرأة العفيفة يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويكون عند الله من الفاسقين. خد بقى الرابعة، العقوبة الرابعة إن هما أو هو يلعن في الدنيا والآخرة. ذنب كبير جدا، وللأسف الشديد بنلاقي تهاون شديد من بعض الشباب في الشتائم التي يفهم منها قذف المحصنات. يا ابن كذا، ويقصد الزنا بلفظ صريح لا يفهم منه إلا إنه هو المرأة أو ابن المرأة التي وقعت في الزنا، ويضحكوا مع بعض ويهزروا، يا ابن انت كل شتيمة من دي فيها 80 جلدة. او ساعات يا اخواننا احنا واحنا بنتكلم مع بعض، او ساعات بعض الناس يعني وهو بينتقد بقى العري في المسلسلات ومش عارف ايه، فتلاقيه بيتهم النساء بالوقوع في الزنا، يقول لك دول كذا وكذا. لا، هو اللي بيحصل في الافلام والمسلسلات دي بيسميها الفقهاء مقدمات الزنا والعياذ بالله. إنما الزنا علشان تشهد على حد بالزنا لازم 4 شهود رجال، طبعا ده مش هيحصل غالبا، فبالتالي لو احذر ثم احذر أن تتهم امرأة أو حتى رجلا، لأن نفس الحكم يا أخواننا لو اتهمت رجلا بالزنا فقد قذفت هذا الرجل المحصن الأصل إن هو عفيف من الزنا. فدي نقطة مهمة جدا، عقوبات كثيرة لمن يقع في رمي المحصنات أو المحصنات من المؤمنات أو المحصنين من المؤمنين. يعني سواء اتهمت امرأة بالزنا أو رجل بالزنا يقام عليك حد الإيه؟ أثقاء القذف وتنال العقوبات اللي قلناها. لا تقبل لك شهادة، تكون من الفاسقين، تكون ممن لعنوا في الدنيا والآخرة. بس خد بالك، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني الغافلات؟ الغافلات يعني اللي هم لا يتكلمون في الزنا ولا يرد ذلك في خاطرهن، هم يعني غافلات عن الكلام في هذا الأمر أصلا، فكيف أن يقعوا فيه أو أن يقعن فيه؟ تقول لي معنى كده إن هي لو عفيفة بس ست كده مش مؤدبة بتتكلم في الزنا وبتتكلم مع الرجالة كده ما يبقاش حرام؟ لا، يبقى حرام. هو العلماء قالوا هذا خرج مخرج الغالب، الغالب ان النساء العفيفات عفيفات عن الزنا وعفيفات عن الكلام في الزنا، عندهم حياء ما بيتكلموش، ده الغالب. لكن نفترض ست يعني مش مهذبه بس ما وقعتش في الزنا، دي تعتبر عفيفه؟ نعم، كل امراه لم تقع في الزنا تكون عفيفه، هو ده الضابط، تكون محصنه. لكن غالب النساء العفيفات غافلات، مش في دماغهم هذا الموضوع وبيأنفوا منه ومش بيتكلموا فيه ولا بيرد على خاطرهن لأنهن مهذبات عفيفات. المؤمنات، وقلنا قبل كده أن في خلاف، هل لازم تبقى مؤمنة علشان لو واحد قذف امرأة مؤمنة عشان يقبل الحد، ولا لو قذف كتابية امرأة مش مسلمة؟ ابن حزم وده الراجح بيقول المهم تكون عفيفة، فسواء هي مسلمة أو كتابية يقام على من قذفها، يقام على الحد. بس المؤمنات، لأن ده برضو من باب يعني الغالب،
إن الكلام للمؤمنين في اتهامهم للمؤمنات، لأن القرآن موجه طبعا القرآن للناس جميعا عليهم أن يؤمنوا به، لكن الأحكام التي توجه للمؤمنين يعملون بها لأنه لا عمل مقبول إلا بالإيمان. إن الذين يرمون المحصنات، عرفت بقى يعني يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اللي يعمل كده لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لا تتهاون في هذه المسألة. يوم يعني يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سبحان الله العظيم، يوم القيامة تشهد جوارحك عليك، الكفار تشهد عليهم جوارحهم، والظلم المفرطون تشهد عليهم جوارحهم. تقول لي طيب هو ما الداعي إلى ذلك؟ ما هو يكفي أن الله يخبرهم بما عملوه. نعم، لكن هذا لكي يعلم الظالم أو الكافر أنه لا نجاة له يوم القيامة، إنه خلاص تقام عليه الحجة من كل وجه. ده نفسك بتشهد على نفسك، يعني هتروح فين؟ ما تفكرش إن في فرصة للهروب من هذا الأمر. يوم تشهد عليه ألسنتهم، لسانك يتكلم عليك، وأيديهم، ربنا ينطق الأيدي تتكلم عليك بما فعلت، وأرجلهم، وينطق الأرجل تتكلم بإذن الله عز وجل، تشهد على أعمالك يوم القيامة بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. مين يقول لي يعني إيه يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق؟ يعني إيه دينهم الحق؟ أيوة جزاءهم، أحسنت. دين يا أخوانا بمعنى جزاء، حتى لما بنقول مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء والحساب اللي هو يوم القيامة. حتى ربنا قال أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. يعني مدينون؟ مدين يعني منطقة مدين، لا مدينون من الدين من الحساب، يعني أإنا لمحاسبون أإنا لمجزيون. فالدين هو الجزاء والحساب. حتى في سورة الواقعة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين. يعني غير مدينين يعني غير محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين. لو أنتوا زي ما بتقولوا ما فيش حساب، طيب الروح اللي طلع قدامكم دي رجعوها لو أنتوا صادقين، لو أنتم صادقين فيما تقولون إن ما فيش حساب. فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين ترجعونها الروح إن كنتم صادقين. فيومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني يوفيهم الله جزاءهم على أعمالهم الحق، حق الجزاء على هذه الأعمال التي عملوها. يبقى يوفيهم الله دينهم حسابهم وجزاءهم. يعني ممكن العقوبة تتأخر في الدنيا فينالون العقوبة كاملة يوم القيامة. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون. لما بقى يتعاقبوا ويتحاسبوا على أعمالهم فاكرين كده إن الأمور هينة، ويعلمون أن الله هو الحق. مش ربنا توعد الكافر بالنار، أهو تعذب بالنار، حق ولا مش حق؟ يعلم بقى إن ربنا حق، وإن وعيده حق، وإن وعده حق، وكل ما يأتي منه حق سبحانه وتعالى. هو الحق المبين. يعني المبين المظهر لما في القلوب من الخبايا والأسرار. ممكن إنسان يكون ظاهره الطيبة والمعدن الطيب، لكن للأسف في قلبه الشر والكفر والنفاق. يبقى المبين، يبقى ربنا الحق وربنا المبين، المبين المظهر لما في القلوب من الأسرار والخبايا.